السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سهيب بمقطع جديد جدا رهيب. والله هذا الحلقة من زمان بنتظرها. تخيلوا انمي هجوم العمالقة يكون داخل لعبة ماينكرافت، وانت تكون الجندي اللي بيذبح العمالقة، ولكن ما راح العبها لحالي، راح اجيب معي اوتاكو ورحومي، وراح يكون بيناتنا تحدي راح تشوفها بخلال الحلقة وتفهموا كل اشي داخل الحلقة. فعشان هيك تابعوا المقطع من البداية الى النهاية، لان فعليا مقطع اليوم رهيب بشكل مش طبيعي. والله ارضى عليكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، وانا مش ناسيكم، اتفضلوا هذا كود ماينكرافت، وان شاء الله يكون من نصيب اللي بيحتاجه. ويا جماعة لا تسألوا بالكومنتات كيف احط الكود، روح ابحث باليوتيوب بتلاقي، ولسه شهر رمضان مطول، فان شاء الله بمقطع من المقاطع يكون من نصيبك. وهلا بترككم مع المقطع. كيف حالكم يا شباب؟ الله صايم. انا بزين، على اساس احنا متخفين يا اتاك شوي. لا مش متخفين، انت اليوم معي ولكن ضدي. الله لينا. كيف يعني كيف؟ شايفين طلع لكم؟ اليوم راح نلعب اتاك اون تايتن هجوم العمالقة. كل واحد ياخذ تيمه، لانه كل واحد اليوم لحاله. او ماي جاد، شوف رحوي. والله مين افخم واحد يا جماعه من هدول؟ ها؟ انا بقول صراحه اتاكو. ها؟ هي هو اللون الاحمر. في هلا عندكم دروع من هون راح ناخذها. كل واحد يلبس دروعه. يا سلام، والله على دروعه والله مزبط على الاخر. يوه يا المنظر. بلا عليكم تعالوا جنبي، بدي اعطي سكرين شوت للمتابعين. هاي تعرف شو اسوي فيها؟ بدي احطها بالمنتدى واحمس الناس على الحلقه. شايفين كيف اهم اشي؟ هلا ركزوا معي، في عندنا هون ايتمات، وهذا الايتمات كثيره. راح نلعب 5 راوندات، كل راوند اللي بيجيب اعلى عدد كلات بياخذ نذر رايت، ثاني واحد دايموند، ثالث واحد ايرون. على كل راوند راح نلعبه راح يكون على ايتم واحد فقط. يعني بالبدايه راح نبدا هلمت، شيست بليت، سروال، حذاء، وبعدين السيف. واهم اشي شباب نحكي لهم كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. رمضان كريم. مقطع رهيب مع ناس اساطير. بدنا نوصل هذا المقطع الى 100,000 لايك. والله 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 على ثاني يا جماعه، على ثاني 100,000 لايك. كل واحد اللي ينزل يحط لايك ويشترك بالقناه ويفعل زر الاشعارات، وقنوات الشباب تحت بالديسكربشن شيكوا عليها. بعد اسمعوا، لازم نفزع للقريه او المدينه هذه، راح يكون في عمالقه كثير. المدينه هذا الجدار يا حبيبي. ايوه هذا الجدار راح يجيب العمالقه. هلا احنا راح نلعب كتيم ولكن ضد بعض، يعني بجمع نقاط اعلى هو الفايز. تمام، وهيا بنا لننطلق هجوم. انت را وي او رسمنا 5 دقائق. تعال خذ 5 دقائق. تعال 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 تعال. مع مين قتلوا؟ اذبحهم من رقبتهم، من رقبتهم. ها نفس من ورا، من ورا. الرابع الرابع الرابع. اتاكو يا شباب، اتاكو 5 دقائق. دور 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 عليهم. يا ساتر رحومي يمه. رحومي معصر عليهم يا حبيبي. تعال زغنوني زغنون. في نقطة مهمة، كل حجم عملاق له نقاط غير. يعني الصغير له نقاط، الكبير له نقاط. يعني عندك واحد عنده نقطة، عنده واحد نقطة. هذا اعطاني نقطتين. هذا ابو نقطة الله ياخذه صغير. يا اخي المدينة صعب الواحد يلاقي فيها. رسمنا الله علينا بالبداية. والله لا اخذ نقاط كلها. ذبحت واحد؟ لا مين اخذوا؟ انا عم باخذهم كلهم هالجيم. او ماي جود والله تقدمت. يا جيم. يا والله بلا اخر واحد، بلا اخر واحد. من قدامكم. يا اخي مخينة شوية حرام. لا يا حبيبي انا ارن هون يا حبيبي. هذا داخل جوا البيت. ياب 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 جوا البيت. بدي اقتله. والله انت معي رقبته ما يموت. فتت انا قتلته. انت الله ياخذ العدو. اوتاكو واقف بالنص بستناهم. عم بستناهم، طلع عم بطير حتى جاهز من صندوق عند الرقبه. انت 20 17 11 انا يا رسبنو. تعال 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 تعال. خد خد حرب عليهم يا ولد. حلو. او ماي جاد ضربته 1000 ضربه. حلو. لا اوتاكو ذبحه. بدي اشوف انا نقاطهم عاليه، نقاطهم عاليه. ايوه زي هذا. رقبتك عدل رقبتك. زين اخذوه. او ماي جاد من ايدي، اخذوه من ايدي. ما انت جاي طاير لعندي. انتظرهم عبال ما يجوا، احسهم هلا بيجوا. اعملوا استراتيجيتي شباب، طيروا مشان اول ما رسمنه دغري ترسمنه عند الرقبه ودغري تقتلون. شايف 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 هي دغري عند الرقبه رسمنه، عند الرقبه رسمنه. ليتس جو. اخذت واحد. انا رسمت عند الرقبه عفوا. تبعته انا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تعال يا صغنون اتاكو اخذوا من بيتي. يب دغري رايحه دغري على المدينه على نفس المكان تبعتي كل مره. يهجم هيك وشو يقطع راسه. عندك ايرين وميكاسا، ارحمي ميكاسا. انا شو اسمه ليفاي، ليفاي خربان. انا الاول، انا الاول اخوان. يلا حرام والله. او ماي جاد انا والله نقطه واحده يا اخي. يا جماعه ليفاي يكون الاخير، هو اكثر واحد بذبح بقتل. لنشوف مين ليفاي يا حبيبي. هلا اللي فايز بالنهايه هو ليفاي يا حبيبي. بس ضايل دقيقه ونص، يعني في احتمال انه اجيكم هلا. يب لنشوف لنشوف. انا كني الا شوي يا اخوان. والله قصتك يا حبيبي، عيش بالنعم. الحمد لله. نقاط 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 ما توقف عندي. او ماي جاد والله سمعني. سمعتك؟
حلو حلو جيب سبقني قبل ما يجوني قبل ما يجوني قبل ما يجوني عقربتك ايوه هو مش شرط تقريبا على الرقبه تقريبا شوي يعني جنب الراس جنب الرقبه يا اخي موت صغنون معفن خربيته رحومي او ماي جاد اوه الحرب طلعت 43 40 39 كثير وشيكه استراتيجيتك عجبتني وقتها يا اخي اربعينات اربعينات كنا تقريبا او ماي جاد تعجليت لا 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 اخوان ما اتفقنا هيك بليز ما فيش بليز يا حبيبي اون لازم نجيب نقاط لازم نفضل مدينة فضل مدينة اخذهم 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 ولا واحد راح يبقي لي او ماي جاد صغار 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 يا حبيبي الصغار بيعطون نقاط بلاوي الاول الاول 50 نقطة او ماي جاد المدينة 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 ركض مدينة مين؟ عمي موزا كل واحد بيروح مدينة يعني على منطقة او ماي جاد اخر واحد يا حرام ابعد يا حرام ابعد انت ابعد يا ولد لولا تبع انا هون قتلهم من الصبح يا اخي ايوه جاتو الاول يلا يلا اروح الثاني روحوا 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 يا رب ما يرسبوا يا رب 56 يا رب زوين بدي واحد بدي واحد يا رب 7 ثواني لا بدي واحد 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 يا رب يرسبوا اخوان صاحب الاول وانا الاخير لا يا الله امتى صار هيك مكتوب تحت صاحب وينر انا ما مركز والله كنت عم مستمتع عم اقتلهم هو متعة 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 مش طبيعية يعني هسه انا اخذ النذر رايت المفروض نذر رايت وجهك انت خليه عندك فوق خليه عندك فوق شوف شوف يا حبيبي ركز يعني تخيلوا انتم بداية الراوند انا اكون الاخير عند النهاية افوز يا رب كل راوند هيك يا رب اسطورة الحركة اسطورة لنشوف لنشوف يا حبيبي ما اسمح لك كمان مرة تعيد نفس الكرة شوف انا مبسوط ولكن مش مبسوط ليش؟ ليش؟ لانه الراوند هاد كان عايش تافه انا بدي هلا اللي بعده هلا على الشست بليت يا جماعه شست بليت اه شست بليت بكون هلا كدرع اقوى اهم جزء يلا شغل يا ولد ابدا لا تعال عندي الغشاش تعال ارجع هون ماما ماما مش راضي يلا انطلق شوف هذا ثلاث نقاط تعال تعال او ماي جاد ايوه او ماي جاد لا يا اخي على المدينه روح المدينه نروح انت على المدينه مدينه مين روحهم راي على المدينه اللي هون مكاني المفضل يا الله ذبحهم كلهم يا اخي انا كمان مره الاخير ايش في اذا ذبحك اخذ نقاط نفس القصه صايب هلا بدي اعيد الكره نفسها بعرفه يا اخي يا رب ان شاء الله ان شاء الله تعال يا صغير يلا برسمنا برسمنا يلا يلا رسمنا الله عند الرقبه استنى عند الرقبه كالعاده ايوه تعال انت ذبحتها والله ذبحتها ذبحتها من ظهرها مش من رقبه والله ضربته 1000 ضربه كيف هيك ماما الدغري المشكله البيوت 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 ادخل فيهم انا يب انا كمان عم ادخل بخطا كيف عم بتفوتوا بالبيوت شباب والله غريب جايين ياخذ تبعي تبعك مين جايه قبلك تعال انا بالمدينه كل مره اكون انت بدك تاخذ بس مكان بالرسمه في عملاقين بس ما حد لكم عليه دائما عم بروح بقتلهم ضلك يسحبين على الصغار بالرسبون والله شباب ليش هيك تسحب عليهم لانهم مسكين هاي جلدتهم يا حبيبي بايدي بايدي في هون اتوقع بالمدينه هاي هون في المنطقه هاي فيه تعال شباب كم واحد نكل بيكم كم مره نكلتوا فيك تتاكل ولا مره تاكلت وات انا ما انا ما اتكلت انا مره واحده انا حبيب انا ليفاي ليفاي ما يتاكل ليفاي انو يعطيه ما ليفاي يقتل ولا يخاف تعال انت يا الله يا ربي ايوه بدي اروح له يعني اذبحه على طول بيجي رحومي مش طبيعي هذا شكله بس انا هو تاكل كمان بس انا انا عم باكل اللي برسم انه دغري قدام الكلب انت عم تاكل عمالقه عم ياكل تايتن قلبت الموضوع يا تايتن يا اسطوره الاخير انا مزعج صغير والله انه مزعج بسحب عليه عم بحاول ادور مكان جديد يكون فيه يا الله رحومي مش طبيعي يس يا اخي مش طبيعي رحومي يا اخي كيفك والله اني انا معرق دين انت شلون عبرتني انا كنت الاول هيا 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 بسرعه بسرعه رحومي لا تاخذها من ايدي اخذ او ماي جاد اخذهم كلهم من ايدي ساتر شوف الشات رحومي اخذهم هلا بيجي اخذهم كلهم احكي مدينتي يعني سبونك ومدينتك مش طبيعي انت يعني نقطه نقطه حلوات الحمد لله شباب بعده عند رسبون لسه مطولين اللي رسبونه ها لا حدا يجي ها يا ساتر يا ساتر شوف اللي عندي النهر عند النهر ملان جد؟ روح النهر روح عليه روح عليه روح عليه انا راسا كشفته يا اخي في واحد ببعث له قاعد على الاكس بوكس هذه الله ياخذ العدو والله انك مزعج بعت له طفوات ترن 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 شاف هذا الرسبون هلا لا رسبونه طيب مستحيل يعني اتعداكم فيه لا انا بعيد عن الرسبون لا تترك لي اياهم خليني انا اسمع رحومي يا اخي ما ضل غير شوي وات صهيب معقوله اسوي كمان مره يا اخي عوفها عوف كلهم عندي بس ما اقدر اقتل نفسي كلهم متجمعين حولي والله يلا بجي اساعدك لو تاكل ذبحته او ماي جاد الله حرام يا اخي صهيب نقطه
وصل لي. معقول اسويها كمان مره؟ والله بتمنى صراحه. لو دايموند بديش ايرون انا. 9 ثواني لا والله مستحيل. اقرب اقرب خمسة متقاتلين يا الله. اتاكو انت متاهل. الاسم فوق اسم فوق. اوه ماي جاد اسم فوق يا اخي كيف ما انتبه والله مركز باللعب. راح امي القب ركز باللعب اصلا مو يمكم نهائيا بغير عالمنا. ياب 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 شوف 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 هلا هي بالنهايه يعني لما ناخذ الدروع والسيف راح نتفايت، ولكن اللي بفوز بالفايت هو الفايز. هو بتوش لحلقه اليوم حمي بترقتني شكله. راح امي مالك عاوز تاكو معصب اليوم يا اخي. لا لا كيف نفس النقاط يا اخي. ايوه انتم ابعاد. لا خربته. اعطني رقبتك. اعطني رقبتك يا ولد. هو طلي هو بيطك رقبته. طلي على فكره برسمه تقريبا نفس المكان ما بتغيروا. جيب الهدسه انه دغري عم بروح عليهم يا اخي. ايه بتروح عليهم اللي هو اللي انا رايح له. اصلا بتروحون على ذول بالمدينه اللي هم تبعي. يا عمي انا ليه دائما الاخير. سيد حالك صايب. شديت حيلي والله. ايوه اسمنوا 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 دغري دغري قتلوا رحومي دغري. انا اسطوره يا اخي. تعالي تعالي تكفي. اخذ زوجتنا ذي زوجتنا. انا اللي اقرا هاي طويله هاي طويله صعب تذبحها بس تعطي كثير نقاط. اكثر شيء بتعطي يمكن ثلاثه في مكانين بالمدينه دائما عم بروح اقتل فيها. هذا ما عم يموت اخيرا قتلته. حلو ما اعرف كيف ذبحته بس ذبحته. تعال 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 لا اخذوا. يا قلبي انا على مكانات وتاكو كاين هون يا من اول يا اخي ما سالت حالكم من اول مزي من خاطر. يا ساتر مسيطر مسيطر ولانه عم بكون بالرسبون اول ما يرسبن. لا رحومي قتل اللي بايدي والله وبقتلهم كلهم كمان ولا يهمك. يا ساتر يا اخي الله ياخذ بيوت. ليش في بيوت؟ وين دور 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 بين البيوت. ايوه في واحد هون تعال اخذته. هي بوي صيب صهيب صهيب ما في صهيب. هدول مش مع المدينه عادي. اعطوني اتشيفمنت اني ابصر شو ما بعرف ليش. لانك اسطوره. وين المدينه هون قلت لي؟ اه اخذ طبعا كنت من هذاك الزنب والله رايح على الاخر. يا اخي ما في ما في اضحك علينا ما في اخذتن. او ماي جاد عملاقين برسمن هون من هي الكبيره. لا دعوفهم تبعي اخذتن. يا الله يا الله يا الله جماعة شايفين شوفوا شوفوا ما بخليكم تنجزوا. هي هي تعال شوفوا هي الصور هذا على البوابة هون هون شباب والله والله ما امزح. تعالوا وين 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 بعمل عليك تي بي. هذا اللون احمر البوابة هاي اللي كسروها العمالقة الكبار شايفهم هاي مهم. وفي هون اللي قاعدين هون قاعدين شوف قاعدين وين هذول شو عم بعملوا هون. يا اخي يا اخي لما ما يكون احد عندي ما اعرف اذبح سريع. تعال موجود. اي والله يا اخي عن جد الواحد بيصير يتوتر خصوصا لما يشوف نقاط رحومي فجاه بتلاقيها هيك زادت ما بعرف شلون. 54 انا 25 انا مركز يا اخوان بالجيم والله ساحب عليكم ساحبه الاسد. اخي فضاهم 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 صغار بس صغار هذول موجودين عينك علي كلهم صغار. على فكره انا ما قتلت ولا واحد باخر رسبون من الرسبون وانما كلياتهم بس من المدينه. والله مفضين المدينه تفضاي. على فكره لو كان الانمي هيك كان ما حد مات. لو هيك كلهم اقوياء. لا لا هيك يعني احنا بالانمي مثلا. اوه صايب وتاكو راح في الانمي يا ساتر. والله من جد انزل انو ليفاي ليفاي نحطه بجبته الصغيره يا حبيبي. وانت واحد منهم مو مرسمين بالعاده بيكون مرسمين هون. روح الثانيين ما عم يموت. الله ياخذه. ما عم يموت. ما شفته اخذ صهيب صار لي ساعه ضيعت كل وقتي. يلا تاكو تاكو روح روح نقاش بدي ما اخذ بدي يلا يلا بدي يلا يس عبرت 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 اخيرا. يا ربي رسمنا يا ربي رسمنا يا ربي رسمنا. أربعة ثلاثة لي حبيبي. لا يا اخي ليتس جو. انا اسطور بس مين يا اخي ايش اثبت معك ربط اللي فات. النهاية 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 وقت الفايت هو اللي بيحكم هو اللي بيحكم. نعم حالك. شو رايك هالمرة نترك له بس الراوند الاول يعني اول ما يرسمنه ما نقتله لصهيب يا دايما عم بطلع. انا صدقكم. شو رايك انا وياك ما بقتل انا ولا واحد ولا انت بتقدر. هو شو باقي جسمه باقي اوكي خليه يروح. اعطيه جسمه. تضحك علي هلا كنت تضحك علي. يلا نعطيك كمان لحد ما تصير 40 ثانية بعدين بنهجم. الله يخدمك ما يموت. ما اصير نقطة والله خفيت شكله حيفوز. يلا يلا رحمة انطلق انطلق دغري حتى منك
يا الله تعال اخذها من ايدي. الصغار ما بدي اياهم، قل لي لك اياهم يا اخي. قبل شوي كنت عم بدور على صغير واحد. ايش شبحته انا؟ 13 الحمد لله. حلو حلو. لا عم اضربه ما عم يموت. هلا انتوا بتضحكوا علي يا بعبني انت وياه. بدكم اياه رود انا افوز عشان حداء صغير. اعطيناك 13 نقطة يعني. يا اخي عم حداء. طب اعطوني على الشسبلت. وقت الشسبلت. رح اقول وين جبته؟ اوه هيا هيا هيا. شنو ورا شنو؟ ايزي من بين ايديكم يا حبيبي اخذته. بتضحكوا انتوا رحتوا على نفس المكان. يا اخي يا رحومي ايش من هون؟ شوف لك انت عارفه مكاني ذا من البداية انا هون. حبيبي بهذا علاقتي يعني مدينتي ولا كلمة. حلوة الماب كله تبعك كان. لا ما تلفي ما تقرب اشوفك بو روح بو عند القلعة. يلا اكتشف منطقتي مينات العمالقة يا اخي عم كان دايما ما عم يرش منه. وحدون وحدون تعال 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 انا زبط صهيب وين صهيب سبقني راحوا نشوف ذبح واحد يا اخي انا الاول بعدين انتوا سيطرتوا علي بعدين رجعت انا سيطرت ثاني نشوف الان بيض ايوه شوف الشارع رجع الاول والله بجداره شفت شات اربع كلمات بالبعض معضوض والله انك معضوض خمسه سته وين اخذها مني شفت الشعور بحس فيه تعقت بيها ايوه صهيب حتى عم بجلد الصغار يا اخي اترك لنا شيء هذا الشيء اللي عم بيصير معي كان والله قفل عليهم بس المشكلة عارف وين؟ على الحداء يا اخي على الحداء والله الحداء معفن لا تتعمس يمكن تخسر لسه في عندك دقيقتين ونص يا اخي ما بتفرق فول ارمر ايرون بدي اصير انا طيب شوف انا شو عندي عندي ليجنز نذر رايد اذا جبت 70 نقطة لك الليجنز اعطيك اياه والله 70 والله اي 70 بس يعني مستحيل يجيبهم انا اجيب 70 انا فكرت انت امس اذلهم كلهم لا اخذوا اوه قاعد عم ياكلني ذا اي موت موت يا رب ياكلك روح ليش يا اخي ماتت حلوه ماتت من جوا حلوه يا اخي انت عم تترك حرفيا لقيت ثلاثه بالميد صغار مسحوب عليهم عم بمشوا هيك انه حدا يقولنا بليز لا شافوا 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 مين 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 ما عم تمو اوتا اخذت صهيب ذا صهيب 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 بس انا اخسر رحومي اخذ ولا ولا عملاق هلا حبيبي انت كويس هذا غش هذا غش هذا غش طيب اذا انا جبت 70 يعني ايش يعني؟ يعني شو اسمه راح دروع تصير قليله يلا يلا صهيب ما اخذ شيء يلا استعجل والله اوكي 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 حال بالنسبه ثلاثه صهيب انسحب عليهم لا تاخذ كلام الرجال وحقيقه يب كلام الرجال حقيقه تعال صايب يا اخي ثلاثة من المد والله ما قادر اتركن المدل وينه تعال هياتن صغار عم بلحقوني ها هاي واحد هون هون اثنين هاي واحد تاني شكرا اتاكو شكرا حبيبي اتاكو عفوان حبيبي تتدلل يلا ضلك تسع نقاط باقي دقيقة وصهيب 61 والله قرب على 70 تسع نقاط اسمع كلام الرجال وحقيقه اه محتاج ثلاثة اذبحهم فقط يلا 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 بسرعة 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 اول ما تصير 70 حارجع اقتل انا ها هاي واحد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد لا 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 ما عم اقدر اطير اثنين ما عم اقدر اطير يلا صايب صايب يلا حبيبي الله ياخده صار يلا بقدر اقتله اخيرا 73 73 لا 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 تعطي ايش سبلت بليز لا 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 بليز بليز يلا انا ليش حكيت اصلا كلام الرجال ينفذ يا رجال انت او ماي جاد والله جاب رجال كفو والله كفو بس على فكره هذا غش لانه تاكو اعطاك مساحه يعني مو غش انت ما حددت بدي واحد انا صغير. حددت وانت ليش اصلا دخلت بالتحدي والله يوم الجلد وتاكو صاحبي يعني اصحاب لبعض على راسي انا كمان صاحبي بس هو ما كان المفروض يعطيك جيب الشسلت وكمان اعطيه لحد انا ضريت يا ساتر وينك تعال تعال اقول لك الليجنز الليجنز شو هذا ليجنز ها خوي تحمست تحمس صار عندي ايرون اثنين يا الله ودك شو شوف فقط الشسبليت عندي ايرون كله اوه ووي. والله تزبط وضعك صايف جاي اتاكو 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 عطنا الشسبليت بس داخل اتشيبت وارجعه اتشيبت وارجعه والله كزام كزام ياخذه ما يعطيك اياه ما يعطيك اياه حكى لي والله تقايدنا هو اخذ الايرون اخذت النذر بس انت قلت لي والله مين بده يسوي لنا تحدي؟ رحوم ابو التحديات بعرف اتاكو انا خلصت ما عندي ايش ايه في تحدي تكلم انت مع ابو التحديات ها؟ هلا على سيف اخر شيء يا جماعه سيف سيف مهم كثير السيف اخر وحده تعال تعال حلو قتلتني والله
متين؟ والله قتلتني اي والله الحمد لله الحمد لله. ايوه هي كلها قتلتني بس ما تقتلني هالمره. صهيب شفته بعيني على فكره ما ضربه من ظهره ومات. انا دائما بضربه من ظهره وانا كمان بضربه من ظهره. شفتك ضربته من قدام. لا لك حبيبي قلت لك احتمال برضه من عند الراس تضرب ينحسب. اوكي 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 ولكن مش دائما تزبط معي. بحاول بس ما بتزبط. هي كانت تخرب علي بالبدايه يمكن لما يلفوا هيك لنص ثانيه. رسمنوا يا اخي هذا ابو ايدين طويله. هذا اجلد مزعج. لا تاكو هذا اللي قتل ام ايرن. هاي هذا اللي حط وجهه. بدي اقتله ايوه الله ليه قتلته. رحمه واقف وين رحومي؟ مين رحومي حبيبي؟ تشبهني بتايتن والله بجلدك. فكر ذاك التايتن ابو عيون تقول علي رحوم. يا انت خلص ابو عيون. تعال ايوه سريع. انحسب الي لا والله شايف انحسب الك شلونك وجهك انحسب. والله معني انا اللي ضربته صراحه بس عادي. هذا وين فات هذا؟ دبحت واحد دخلت بعينه انحسب لي كل. والله دخلت بعينه عادي اذيته لدرجه انه مات. من قوه نور الايمان عندي. مين بدبح الصغار؟ والله كان في انا عم بدبحهم. والله انت عم تسحب عليهم سحب. رحوم الاخير لاول مره يا عشرين يا حرام. كيف شعور جميل صح؟ يب يا اخي هيك خلينا متقدمين. بطلت نهتم بالتحدي خلي رحمي الاخير. يا اخي ابعد يا اخي ابعد. تركت لك المنطقتك جد عادي. هاي اخذتها مش طبيعي انت. والله مو طبيعي رحومي. اكيد مو طبيعي حبيبي بدي فلوس. ما في فلوس دايرن خلص ملم الايرن. هاكو ابعد عني. ما ببعد عنك بدي اياهم. انت عم تهجم على الكبار. انا بدي الكبار اخذهم كلهم. ايزي اوفني بحالي او تاكو. انت كل مره بتوقف عند واحد اوفني بحالي. ليش ما انت تعوفنا بحالنا؟ كلهم لإلي كلهم. رحومي سباك صهيب. تمزح معي صهيب؟ والله سبقني. الفرق بينه وبيني نقطة. ماله الايرون حلو. هلا رحومي هو بده يعرف الرسمه. واحد 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 بده باخذه. خليه 56 انا كنت باخذه. جي راح يكون لعب اف اف اي. او ماي جاد يا عيني عليك. اول واحد يجيب 3 كلات هو الفايز. اوكي تشوفون ضعيف تهجم علي تموتوا. من سوف يتوج بخلال هذه الحلقه؟ انطلاق بدينا. تعال انت مضوجني اليوم. الجيم كله مضوجني وربي بجلدي. يلا صهيب انا ياك. يلا عليه عليه لا تاكل. عتاكو اي تاكل لونه اخضر من امتى؟ شو قلبتوا علي اثنينكم؟ وي كل واحد يمسك شلته. نص قلب رحومي. نصلب رحومي بدي اجلده. طب تبغى تاكل ايه؟ اوكي جلدني يلا ما في. اوه ماي جاد دبحته. خليتك الجلده وخر عني. خليتك الجلده وخر عني. دبحته. اوه ماي جاد نص قلب وجلد الصهيب. لا تبحك دير بالك. اي اوكي راح قتلته. كيف ذبحني؟ قلنا عنك كل هلا. انت كليت مين ذبحني؟ انا مين ذبحني؟ انا رحومي ذبحك. كل واحد كل. يب كلنا واحد يا اخي بموت. ايوه لا اوه ماي جاد. امسك شلتك لا يذبحك. اذا ذبحك بفوز. تعال ساعدني لا تحاول. اخذ كلي وقتلني. اوه ماي جاد صهيب فاز. تمزح معي. مين بتوج بخلال الحلقة هاي؟ حاسس الفزر. اكيد انا اكيد. رحومي تحمس. ومين جاب اول 3 كلات؟ انت. اوكي يا جماعة لهو سنة المقطع. معكم صهيب المتوج بخلال الحلقة اليوم. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. كان معكم اخوكم صهيب واتاكو ورحومي. شوفكم بالحلقة الجاي بامان. الا